التقت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في البنتاغون وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لبحث العمليات العسكرية في سوريا بعد تحرير راقة من الإرهابيين والاتفاق النووي الإيراني. وتحاول فرنسا الدعوة إلى حل عبر المفاوضات في سوريا وتشكيل مجموعات اتصال بمشاركة طرفي النزاع وممثلين عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وفاعلين في المنطقة على غرار لبنان وإيران، الأمر الذي يثير اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية.